التنمر واحد من المصطلحات التي انتشرت بشكل واسع في الآونة الأخيرة وبأشكال مختلفة، فبتنا نسمع بالتنمر المدرسي الإلكتروني وغيرها أيضا من أنواع التنمر المختلفة. أما في العمل فمن الجديد بلشنا نسمع بهذه المصطلحات في بيئة العمل، في الوقت الذي لا تزال الإحصائيات في الوطن العربي حول أعداد الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر خلال حياتهم مجهول، وطبعا غير موثوق بطبيعة الحال، وذلك ربما للثقافة المجتمعية التي تميل في بعض الأحيان إلى تقبل هذه الظاهرة تحت وطأة مبررات مختلفة. إلا أن أرقام اليونسكو تشير إلى أن ربع مليار طفل في العالم عام 2017 تعرضوا لنوع من التنمر. اليوم سنتحدث عن التنمر، ولكن التنمر الوظيفي الذي قد يتمثل بميل بعض الأفراد إلى القيام بسلوك عدواني ضد الآخرين في أماكن العمل، إما بشكل لفظي أو نفسي أو حتى بالاعتداء الجسدي أحيانا. التنمر الوظيفي كيف نواجهه هو محور حين نقاشنا اليوم مع ضيفتنا سالي أبو علي خبيرة الموارد البشرية. صباح الخير لك يا سالي. صباح النور، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. التنمر صار مصطلح متعارف عليه، صار عندنا فكرة مبدئية ما هو التنمر. خلينا نحكي شوي، متى يكون التنمر تنمرا في مكان العمل؟ بكل الأشكال هو تنمر، يعني ما منقول إمتى بيصير. للأسف إذا بنيجي بنطلع على بيئة العمل موجودة عنا في وطننا العربي بسبب زي ما حكيتي الثقافة، تطلعي على أساليب التنمر، إحنا عم بمر الموظف تقريبا لا شعوريا بعشر مراحل تنمر بنهاره في ممكن العمل. ممكن نحكي أمثلة عشان نقرب يعني الصورة؟ مثلا عندك مع الضغط العمل حاليا والأوضاع الاقتصادية في أوطان العربية، عدم إعطاء الإجازة، بعطيها لإسراء بس ما بعطيها لسالي. اني استثني من الاجتماعات كرمال اضغطه لحتى انه يستقيل لحاله، لما اجي انا كمدير واقول اليوم احنا ما بدنا اسراء تكمل معنا يا مدراء، مثلا فصلها التعسفي بكلف هذا المبلغ، عندكم الحل، ما بدنا ندفع لها المبلغ هذا، كيف بدنا نطلع اسراء من غير ما انها تاخذ هذا المبلغ؟ فبصفي في تنمر جماعي اتجاه شخص هو مش عارف شو السبب، بصير الانتقاد دائم مستمر، بصير في اعباء عمل غير مثل ما نقول مش طبيعيه، بصير استثناءه، بصير التنمر عليه بالمزح، مرات احنا عندنا المزح موجود بانه كل شوي بيجي بيقولوا له شغله، بينتقدوه بشغله او بيمزحوا معه بشغله. هلا مع هذا الضغط النفسي اللي بيتعرض له العامل بيجي مره فجاه بتلاقيه انه انفجر فصدر عنه رد فعل. فبتحمل مسؤولية رد فعله بالطبع. نعم، يعني في أكثر من مصطلح يتوارد إلى الذهن لما بنحكي عن التنمر، اللي هي التنمر اللي هي الاحترام في بيئة العمل، أحيانا في بعض أنواع المزح، في بعض أنواع الانتقادات. يعني المدير هل هو من حقه مثلا أن يعلق على سوء مثلا إنجاز مهمة معينة بأي طريقة تحلو له؟ لا بسبب طبعا بسبب انه مدير مثلا. طبعا لا، اسرع، بالدراسات بتقول لك انه 61% مدراء اللي بيكونوا متنمرين على العاملين، ممكن لعدم ما فيش مش ماخذين تدريبات بالكوميونيكيشن او بالاساليب التواصل. واحنا دائما بنقول للمدراء انه لما بدك تحكي مع موظف هلا او شيء ما بتيجي بقى انا فجاه بقول لاسراء على ادائها او بدي انبهها على شيء خاطئ، بس اسراء في عندها اشياء فيها ميزات، بجي بقولها مثلا اسراء انت هارد وركر او مثلا عامله مجتهده بتعطي اون تايم، بس في عندك 1 2 3 هدول كيف بدنا نشتغل سوا حتى نظبطهم؟ هذه الطريقه المهنيه الصحيحه لازم. خلينا نكون واقعيين، احيانا بيكون في ضغوطات كبيره في العمل وممكن انه يتعرض ان كان الموظف او حتى المدير انه يكون قاسي في طريقه تعامله مع الموظفين، متى يكون تنمر ومتى يكون قياده؟ ما في قياده فيها قسوه بطريقه القسوه بدها تكون مهنيه، يعني تيجي ما بدك تيجي تحكي مع موظف يقول لك صح مزبوط، فيها قياده، اسمها قياده مش اسمها تنمر، يعني انا اصرخ اني ارفع صوتي اني يكون ما اكونش موضوعي مع هذا الشخص، اني اكون عامل كل مراحل عملي من تنبيه شفوي من جلسه من تدريب. هون توصل انه لما نوصل مرحله مغلقه نيجي بنحط على الطاوله كل الورق ونحكي بشكل مهني مع العامل، بشكل زي ما بيقولوا صارم بس بمهنيه، مش صارم بخناق ولا انه بانتقاد، يعني ادبيا يعني، بس انه بتكون مهنيه. فوقتها بيجي العامل بيقول لك صح
مظبوط معك حق، انا قصرت هون او انا غلطت هون، بينما لما انا اجي اقول لك اسراء انت ما بتعملي انت ما بتسوي، بينما انت مقضيه ليلك ونهارك في الشغل وانا مش عطيتك تدريب او مش قاعده معك مش عامله شغلي، مش عاجبه يعني واجبي تجاهك مقصره فيه، فكيف بده يكون شعورك؟ هذا هون ما دامني انا مقصره تجاهك فانا عم بتنمر عليك. طيب كيف يؤثر هذا النوع من التنمر او باشكاله المختلفه على انتاجيه العمل او حتى بيئه العمل؟ طبعا لما بيكون في بيئه عمل فيها تنمر، ولعلمك 5.5 في العالم من الشركات تهتم بموضوع التنمر الوظيفي في بيئه عملها، بده يقل انتاجيه الموظف نفسه وانتاجيه اللي حواليه، لانه انا عم بشوف اسراء، انا منتجه بس عم بشوف في ظلم عم بوقع على اسراء والاداره مش عم تسمع، فانا نفسي رح اصير اخاف انه يجيني الدور انه مش عم بيقدروا او مش عم بيسمعوا اسراء. بصير عندك دوران وظيفي كثير، الكفاءات نفسها بتهاجر او بتصير تترك العمل، بصير سمعه الشركه برا الشركه بتصير سمعتها سيئه، لانه رح يجي يقولوا هذا صاحب عمل لا يحترم موظفينه، ظلم شخص، عم بفصل شخص، عم بفصل اشخاص، عم بيروحوا من عنده الناس بالمقابلات العمل بالشركات الثانيه، ليش بدك تتركي يا اسراء؟ بيئه العمل غير مهنيه. نعم. فبصير حتى عند الشركات الثانيه تسجل او تسجيل انه هذه الشركه غير بيئة عمل مهنية أو سليمة. نعم، ولكن أحياناً لا نستطيع أن نفصل بيئة العمل عن مجتمعاتنا، أحياناً مجتمعاتنا العربية وحتى مجتمعنا الأردني صار يعني معلش بدي أكون صريحة بهذا الموضوع أنه نحن متنمرين بطبيعتنا طبعاً. مع بعضنا البعض، فمتى يكون هذا الموضوع خارج عن الإطار الطبيعي إذا كان متعارف عليه ومعروف ومستساغ؟ ما فيش شيء خارج عن الاطار الطبيعي، ما هو شوفي لما المدير ممكن على فكره التنمر ما يكونش انه سلوك موجود عنده على طول، ممكن هو مضغوط فمع غياب الوعي بانه او المهنيه رح يضطر ايش انه يتنمر على موظفه، موظفه وين يروح يفرغ الغضب تبعه على عائلته؟ رح يتنمر على عائلته، فشو في سلسله من المتنمرين والكل بينتقد والكل بده يفرغ غضبه، فاكيد رح تصفي في، ما فيش شيء انه مش هلتي، احنا اذا مش بنطلع ابسط الامور ممكن فجاه تكبر. صحيح صح، يعني هي كلها ممكن حساسيه من بعض الامور البسيطه التي بكبرها الدماغ. وطبعا دائما احنا بنقول الموارد البشريه او لاصحاب العمل اقعد مع العامل شوف ليش عم بتصرف هيك، بجوز في امور خارجيه حواليه. نعم. عم بتحيط فيه عم بتخليه يكون متنمر. نعم، هلا بدنا ننتقل شوي لبعض الاحداث التي حدثت في مجتمعنا. اول شيء في التنمر احيانا ممكن يكون على طبيب، على ممرض، على معلم، علم المعلمين من قبل الأطفال، من قبل يعني الطلاب، هل هذا يعتبر نوع من أنواع التنمر إذا يعني وصل حتى لمرحلة العنف الجسدي؟ أحيانا ممكن يكون له تأثيرات الانتحار زي ما شفنا كثير من الأطفال، هل حتى الإنسان الواعي الناضج ممكن أنه يوصل لهذه المرحلة أيضا؟ طبعا هلا كثر الضغط يولد الانفجار، صح؟ صحيح. وتاثير التنمر عالميا صحيا صار في امراض القلب والشرايين لها دور بالضغط النفسي اللي بيتعرض له الشخص. هلا لما يكون مضغوط نفسيا ومش عارف وحاسس انه في شيء غلط ممكن يوصل للانتحار او للقتل، اذا بتعرفي احنا في كثير من الجرائم اللي فاتت انه يجي يسالوا الشخص المرتكب الجريمه بيقول لك كان يستهزئ فيي مديري او كان مثلا انه فصلني وانا مظلوم. يعني الإحساس بالظلم، هو الإحساس بالظلم له دور طبعا، وواحد عم بيكون في شيء جواه غريب عم بيصير شيء بهين كرامته بيأذيه نفسيا، ما دام ما فيش مجتمع او فيش قوانين صارمه رح نضل. وغياب السلطه والرقابه، دائما اي مشكله بتظهر اسراء غياب سلطه ورقابه وقصور تشريع. لازم الدول العربيه حتى فكره في دول اجنبيه لسه ما سنت قوانين بخصوص التنمر الوظيفي، هلا في دول حطت اكتشفت قديش متوغل هذا الموضوع في بيئه العمل، صار في عندها قوانين صارمه، فاذا احنا ما اطلعنا رح ناذي مش بس العمل، رح ناذي كمان المجتمع، لانه كله بيصب بكله، احنا دور المجتمع دور لا ينفصل عنا. ويعني يمكن هذا بيقودني ايضا لكيفيه نحن يعني كشعوب او كناس او كاسر نتعامل حتى مع الامور العامه، مع المسؤولين مثلا حتى وزراء، نواب، والنواب كيف يتعاملوا ايضا مع الشعب والمواطنين. فكرة الاحترام، احترام إنسانية الشخص، احترام وجوديته وذاته، هذا كله هل هو مفهوم؟ هل هو يعلم؟ هل هو يدرس؟ لا، في غياب، في غياب، في غياب إعلامي، في غياب مجتمعي والتوعية.
لاحظي اي شيء بتلاقي في غياب، مش ما عنده وعي، مرات ممكن شخص يتصرف شيء ما بيعرف، يغلط غلطه انا ما بعرف، طب ما حدا وعاني، ما قالوا لي، يوقع بمشكله قانونيه، انا ما بعرف انه هيك، انه هذا عادي، انا تصرفته عادي. فعدم وجود الوعي والاعلام والدراما والهي بتلعب دور كبير. طيب ولكن بأسرع. التشريعات والقوانين، يعني انت اذا كنت في الموارد البشريه وجاء لك شخص موظف معين يعاني من التنمر واحيانا بيكون مثلا انه مش لهالدرجه يا زلمه، يعني مش من كلمه مش من كذا، هل تملكين الحق مثلا باجراء معين؟ كيف تتعاملين؟ هلا انا كاداره موارد بشريه اذا انا ممكنه وفعلا ادارتي وشركتي عاطيني الصلاحيات او التمكين كامل داخل هاي، انا لازم احمي الموظفين والشركه، فلازم اسمع حتى ما فيش شيء مش مستاهل، لانه هذا الشيء مش مستاهل ممكن يقودنا لشيء اكبر من هيك، ممكن اخسر كفاءه، انا لازم اسمع احقق اشوف اطلع اعمل سياسه واجراءات تحمي الموظفين وتحمي الشركه. هذا دوري كموارد معناته بشرية. احنا اتفقنا هون انه الوعي يجب ان يكون من صاحب المسؤوليه، ان كان الشركات، الدوله، الاعلام، الكذا، طبعا والموارد البشريه. صحيح. وتوعيه العامل، يعني اداره الموارد البشريه لازم دائما تعمل جلسات توعيه، تعمل فيديوهات، تعمل لقاءات، تعمل اجتماعات، يحطوا الساينات او الاشارات انه شو، انه هذه الكلمات مثلا توعيهم انه لا تستخدم في بيئه العمل، اشياء كيف تحاوريهم توصلهم المعلومه بطريقه سهله وتوعيهم انه يعرفوا انه هذا غلط، هذا بيقود الى كذا، والمدراء لازم نشتغل، لانه دائما مين الاعلى، الاعلى سلطه، ادربه اشتغل عليه حتى هو يعني يقول زي ما يقول ينقل هالوعي كمان لموظفينه، لو حدا حكى كلمه هيك بلا ما نحكي هيك يا جماعه هيك خلينا مثلا نستبدلها بهاي الجمله، انت بدك تشتغلي معاهم. نعم. الموارد البشريه بتشتغل جنب لجنب، جنب يعني مع المؤسسات وحتى المواطنين الذي ممكن ان يتعرض، علينا مسؤوليه مجتمعيه. صحيح. سالي ابو علي خبيره الموارد البشريه، شكرا لوجودك معنا. شكرا. صباح الخير. اهلا وسهلا. شكرا.